يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، مستمرين معاكم في تقديم رسالتنا اليومية لبطولة كأس الاتحاد الكويتي للإسكواش للموسم الرياضي 2017-2018، والمقام على ملعب الاتحاد الكويتي للإسكواش وتحديدا في مجمع الشيخ سالم الصباح الدولي بمنطقة حطين. متابعة طيبة نتمناها لكم، كونوا معنا. تحت رعاية وتنظيم الاتحاد الكويتي للإسكواش أقيمت مباريات التصفيات لبطولة كأس الاتحاد للإسكواش لجميع المراحل السنية وللموسم الرياضي 2017-2018، وذلك في يوم السبت الموافق 28 من أبريل لهذا العام. أقيمت 4 مباريات في الساعة 17:00 على ملعب الاتحاد للإسكواش في مجمع الشيخ سالم الصباح الدولي الكائن بمنطقة حطين، وسط حضور جماهيري مميز لفئة العمر 15 عام وللسن العام. We'll be right back.
يعطيك العافية حكمنا. الله يخليك. معك علي نور الدين حكم سكواش من 92، والحمد لله الأمور ماشية زين. كابتن كم صار لك في مجال التحكيم؟ من سنة 92. 92 ما شاء الله. كنت لاعب سكواش قبل كذي؟ الحمد لله لعبت ودربت في كراون بلازا وفي الإليزيوم. كابتن شفنا قبل شوي لاعب القرين مع انه فايز بس نرفز، ليش نرفز؟ ما عادي دي نرفز، يسموها نرفزة ملعب عادي، هو بيعترض على قرار من القرارات بس الحكم شرح له وجهة نظره قرار ده ليه، بس فاللاعب هدي دي نرفزة ملعب عادية يعني. نسألك عن العقوبات اللي تأخذونها في حق أي لاعب يتجاوز هذه الحدود، شفنا اللاعب بطل الباب وقاعد يكلمكم، فهذه يحسب عليه نقطة او شلون تحسبون الخطا عليه؟ دي بترجع لتقدير الحكم، بيشوف اذا كان فيها شيء من التعمد او انفعال ملعب، فالحكم بيمتص اللاعب. نفس الوقت العقوبات في ايدينا، ان انت تديله ممكن وورنينج وممكن تحسب عليه نقطه او شوط او تحسب عليه المباراه بالكامل. زين بالنسبه احنا لنا شنو الخطا اللي وقعنا فيه كمصورين؟ احنا قبل شوي شفناكم حسبتوا علينا نقطه، ان انت جيت في الكادر فادينا لك وورنينج بس. حكم احمد الكندري حكم درجه اولى، انت ويت وسكرته على الجام، وقفته وسكته، اللاعب راح يحتج وما راح اشوف انا النقطه، فانت راح توهقني ويا اللاعب. شرد على اللاعب، شو اقول له؟ والله الله يعينكم، احنا خطانا ونعترف بالخطا. لو سمحت، لان اللعبه هذه يبي لها هدوء، عرفت؟ فاي واحد مثلا يمر او اي شيء ممكن ان اللاعب له حق انه يقول والله شغلني، ممكن اني اعيد للعبه. كابتن قبل شوي احنا ترى من الحماس صرنا نصور ناخذ لقطات، لان شفنا تعابير الوجوه كلها تغيرت، من حكام، من اداره، من لاعبين، الجيم كان كله حماس. يعني لعبه حساسه، قاعد ينافسون اللاعبين على المركز قبل النهائي، فالتوفيق حق الجميع ان شاء الله. كل الشكر لك كابتن، ونعيد لك اعتذارنا ويعطيكم الف عافيه، سامحونا بس ان شاء الله البطوله القادمه ان شاء الله ما نخطي هالاخطاء. نبيكم ان شاء الله دوم تستمرون في العطاء في اللعبة، يعني كلها توخرون شوي عن القدم، توخرون عن اليد، نبي شوية اللعبات الفردية، سكواش، تنس أرضي، تنس طاولة. الله يعطيكم العافية. بإذن الله احنا هني نخدم الجميع في جميع المجالات واللعبات، ونخدم بلدنا الكويت، وعسى الله يوفقنا وياكم. شكرا، الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا. وقد لعب بالمباراة الأولى للسن 15 عاماً فريق القرين ضد فريق كاظم الرياضي، وحصد الفوز فريق القرين بواقع شوطين مقابل شوط واحد. وفي المباراة الثانية لعب فريق النصر مع فريق اليرموك، حيث تمكن فريق اليرموك نزع الفوز من فريق النصر عندما فاز بشوطين مقابل شوط واحد، وبذلك يتأهل كل من فريق اليرموك والقرين إلى المباراة النهائية.
قبل شوي شفتك وانا قاعد اتابع المباراه وياك، شفتك قاعد تقول حق لاعبكم يركز على نقطه ضعف اللاعب واللي كانت في الجهه اليمنى، هل هذا صحيح؟ اي صحيح، لان اللاعب الثاني يمتاز بالسرعه ولاعبي انا افضل منه بوايد ترى، بس مشكلته اذا تنرفز هذاك ياخذ منه الجيم، عشان كذي انا مركز معاه بس من امور انه لا يتنرفز. هذا اللي لاحظناه بلاعبكم بس يخسر نقاط وهم فايز، هو واصل 10-5 نقطه يفوز راح تنرفز. أيه. هذه المشكله نحاول احنا نعالجهم، يعني هذا لاعب منتخب ترى. ايش كثر باقي ان شاء الله وتحصلون على الفوز؟ ان شاء الله عندنا مباراه الحين. أيه. وباقي لنا اخر مباراه، عندي اقوى لاعب الفريق راح يلعب اخر مباراه وان شاء الله فايزين فيها وصاعدين النهائي ان شاء الله. كلك معنا الكابتن شهاب حاجي المدير الفني لفريق نادي كاظمه، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا اخوي. كابتن شفناكم قبل شوي خسرتوا المباراه الاولى، شنو الاسباب بوجهة نظرك؟ والله لعبنا كان شويه يعني متحمس زياده ويبي مثل ما تقول يفوز، فاخذت العجله باللعب قام يضيع، واللاعب الثاني طبعا اكبر منه بالجسم وعنده الخبره الكافيه، لعبنا حاول وبس ما توفق، وان شاء الله بالجايات ان شاء الله يا رب. شو الاخطاء اللي وقع فيها لاعبكم بالتحديد وشفتوا انتم لاحظتوها؟ طبعا العيله مستعجل ويبي يخلص بسرعه ما يطول بالكره، احنا قلنا لعبد الرحمن طول الكره يبهم الزوايا ورا، ها واذا صار عندك الفرصه خلص كرتك بس، يعني ها جيم جيمين طبق وبعدين ما توفق يعني بالخطه يعني. ما شاء الله رغم الخساره كابتن لان شفناكم بنفس الهدوء نفس الريتم ما تغيرتوا، وكان الضغط والنرفز على اداريين ومدرب نادي القرين اللي استغل نقطه وكان يوجه لاعبه في الجهه اليمنى، هل كان هذا ضعف في لاعبكم في الجهه اليمنى ضرب الكره باليد اليمنى؟ والله بالنسبه للهدوء طبعا هدوء المدير الفني والمدرب يوفر الهدوء للاعب داخل، اذا مثل صار في حماس برا وصراخ على اللاعب وهذا فاللاعب راح يرتبك، ان كثر ما يقدر نهدى برا عشان هو يهدى ويستقبل منه التعليمات بالشكل السليم يعني. وبالنسبه لاخطاء لاعبنا صوب الجهه اليسار مثل ما قلت لك اللاعب الثاني عنده الخبره وكان يغطي بجسمه ما شاء الله بالطريقه القانونيه وتوفق انه يستغل مثل ما تقول الضعف اللي عند لاعبنا من جهه اليسار. ان شاء الله نتمنى لكم الفوز في المباريات القادمه ان شاء الله والتاهل للنهائي. يا هلا فيكم، مشكورين وما قصرتوا وكثر الله خيركم، ما شاء الله يعني صار لكم فتره معنا اسبوع زمان هنا مغطين كل الاحداث. معنا حكم المباراة، حكم مباراة النهائي للسن العام الكابتن علي الجزاف، يعطيك العافية كابتن. الله يعافيكم إن شاء الله. وفق. المباراة اليوم تجمع نجمين كبار في لعبة الاسكواش اللي هو عبد الله التميمي، عفوا عمار التميمي وعمر عبد اللطيف من نادي اليرموك ونادي النصر. شلون شايف مستوى المباراة كابتن؟ والله لحد الان احنا لحد الان بعد ما بلشنا المباراه بس تشوف يعني ما شاء الله في تنافس كبير يعني بين اللاعبين، اللاعبين ما شاء الله الاثنين بالمنتخب ويطلع منهم يعني ما يندرى لما نحكم نشوف المباراه الشوط الاول يبين بعدين مصير المباراه. كابتن المباراه النهائيه دائما يكون فيها الاعصاب شاده والتركيز العالي، مدى تركيزكم ومراعاتكم لهالامور في المباراه؟ طبعا التركيز لازم نشوف، طبعا ما نقدر نغفل عن اللعبه لحظه واحده يعني، خاصه كرات في كرات حساسه وممكن تكون يعني ممكن تكون دبل كره او تحت الخط او لازم شيء يكون تركيز عالي الحكمين يعني. أما بالنسبة للسن العام لعب فريق كاظمة ضد فريق خيطان وفاز نادي كاظمة بشوطين متتابعين ليحصد الفوز بذلك، كما ولعب فريق اليرموك ضد فريق النصر لتنتهي المباراة بفوز نادي اليرموك بشوطين مقابل شوط واحد لنادي النصر، وبهذا يحصل نادي اليرموك على لقب بطولة الاتحاد للإسكواش للسن العام
وبهذا تنتهي الأربع مباريات التي لعبت على ملعب الاتحاد للإسكواش لهذا اليوم، على أن تختتم البطولة بتاريخ 30 أبريل لهذا العام. كابتن، بالنسبة للمباراة، مباراة نهائية وحساسة جدا، ونلاحظ اللاعبين ما شاء الله نجوم في هذه اللعبة، مدى يعني تركيزكم على هذه اللعبة في احتساب الأخطاء واحتساب النقاط؟ يعني إن شاء الله راح نكون مركزين قدر الإمكان على المباراة. تدري لعبة السكواش لعبة سريعة، فأهم شيء أن الحكم يكون مركز على اللاعبين وعلى الكرة طوال فترة وقت المباراة. شنو أكثر الأمور اللي أنتوا تعانون منها كحكام في المباراة النهائية؟ اعتراضات، نرفزة، ولا شنو الأمور اللي أنتوا تعانون منها من ناحية المباراة النهائية؟ إن شاء الله ما راح يكون في اعتراضات أو احتجاجات إن شاء الله، والأمور طيبة إن شاء الله، وتمشي اللعبة على حسب الأصول إن شاء الله. إن شاء الله إحنا مستمتعين وياكم، إن شاء الله نستمتع بهذه المباراة القوية إن شاء الله. معانا لاعب نادي القرين محمد عبد الجادر، يعطيك العافية وألف ألف مبروك. الله يبارك فيك إن شاء الله. كابتن محمد، قبل شوي شفناك بغيت تخسر الجيم، يعني عصبت على امور يعني دققت فيها وانت فايز، ليش طلعت من جو المباراه؟ اول شيء انا تنرفزت شويه وغلطت على الحكم، بس يعني كان غلط مني ان انا اتنرفز داخل الملعب وانا كنت فايز. زين، شلون كان استعدادك لهذه المرحله حساسه قبل النهائي؟ كنا قاعد اتمرن يوميا، والكباتن ما قصروا وياي، اعطوني تدريبات اللي اقدر ادش فيها وادي احسن ما عندي. حققت بطولات سابقه قبل هالمراحل، يعني الموسم اللي طاف اللي قبله بطولتين فرديه، كانت قبل بطوله الكاس خليت فيها الثاني والثاني، و17 خليت فيها الثالث. شو تتوقع في هالمنافسه في دور قبل النهائي؟ توقع فريقكم يصعد نهائي ان شاء الله؟ ان شاء الله فوزون ويرفع الراس العادي. كم لعبه باقي لكم الحين عشان تصعدون النهائي؟ الحين بس باقي لنا لعبتين وان شاء الله نتاهل. بس ان شاء الله تعلم من الاخطاء اللي صارت، وانك ما تطلع من جو المباراه تنرفز، بالعكس انتم متعتونا وشديتونا في اثناء متابعتنا للجيم ان شاء الله.
أعزائي المشاهدين معنا لاعب المنتخب الوطني ونادي السالمية عبد الله المزين، يعطيك ألف عافية كابتن. الله يعافيك. هلا والله كابتن، شفناكم طلعتوا من هالبطولة، شنو أسباب خروجكم المبكر من التصفيات؟ والله احنا خلصنا اليوم تقريبا نخلص الموسم الرياضي بالنسبة حق لعبة سكواش. نادي السالمية لعب في كأس الاتحاد ما أدى المستوى المطلوب، عندنا إصابات وظروف مع يعني في التدريب ومع اللاعبين، إن شاء الله تنحل الأمور إن شاء الله ونجهز من الحين حق الموسم المقبل إن شاء الله. طيب كابتن، على المستوى الشخصي الفردي في بطولات قادمة بيشوفك فيها أو مشارك فيها وقاعد تستعد لها إن شاء الله؟ الحمد لله، طبعا إحنا الموسم الرياضي البطولات اللي صارت بالكويت الفردية كلها حققت فيها المركز الأول. قاعد أشارك بطولات دولية اللي داشة في التصنيف العالمي، قاعد أحسن التصنيف العالمي الفترة هذه. إن شاء الله بعد يومين مسافرين أبوظبي، إن شاء الله عندنا بطولة في أبوظبي، يا رب نحقق نتيجة طيبة هناك. يعني لنهاية السنة هذه إن شاء الله أطمح أن أكون ضمن أحسن 50 لاعب في العالم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، معنا بطل الكويت والمنتخب الوطني عمار التميمي، مساك الله بالخير، واللاعب نادي اليرموك، يعطيك العافية كابتن. مساك الله بالخير. هلا والله، الله يعافيك. شلون مدى استعدادك مباراة اليوم؟ والله مباراة اليوم يعني مباراة نهائية مع نادي النصر، أكيد مباراة صعبة، بس يعني استعدادنا حال أي مباراة، يعني إحنا متعودين على هالمباريات إن شاء الله. عندنا لاعبين على اعلى مستوى، اكيد جاهزين حق المباراه. نادي النصر ايضا يملك لاعبين مستواهم عالي، يملك لاعبين منتخب ايضا، اعتقد يعني كيف متساويه يمكن، وان شاء الله نقدر نطلع فايزين من المباراه. يعني كابتن عمار، شفنا الحمد لله الف الف مبروك على التقدم في المراكز الاولى، مركزك 86 دوليا، فمدى استعدادك ان شاء الله نبي التقدم اكثر واكثر، مدى استعدادك لهذه المنافسات؟ الحمد لله، يمكن تصنيفي حق شهر ابريل تصنيفي مصنف 86 على العالم، اكيد اطمح ان احسن هالتصنيف هذا ان شاء الله. بعد يومين ثلاث مسافر ابو ظبي واشارك بطوله دوليه، وبعدها راح ارجع كم يوم بعدين اسافر ويلز ايضا بطوله دوليه، راح تكون هذه اخر بطوله بالموسم، واكيد اتمنى اني احقق نتيجه طيبه بهالبطولتين هذيل عشان احسن تصنيفي العالمي. يعني مباراه اليوم بين النصر وبين يرموك، لاعبين مهمين وحساسين مثل عبد الله التميمي لاعب منتخب قطر، شنو توقعاتك لمباراة اليوم، استعدادكم واستعدادهم، شنو تتوقع من الفريق اللي راح يتأهل ان شاء الله؟ اكيد وجود لاعب القطر عبد الله التميمي لاعب بهالقيمة هذه اكيد يعطي اضافة حق الدوري الكويتي عندنا، وانا الصراحة جدا سعيد بتواجد مثل هالنوعية من اللاعبين، يعني واحد من احسن 40 لاعب بالعالم يكون موجود بالدوري الكويتي، اكيد يعطي قيمه اضافيه حق الدوري عندنا، وانا ودي ان شاء الله العب معه يعني واطلع نتيجه زينه بالمباراه يعني ان شاء الله. تتوقع تطيح معاه بنفس المباراه ولا بيحطونكم كل واحد مباراه لرفع مستوى المنافسه؟ والله ما اقدر اتوقع، بس انا صراحه اتمنى، يعني تمني في امني ان العب معه فرصه هذه اكيد، بس توقع ما اقدر اتوقع يعني الصراحه. وصلنا وياكم أعزائي المشاهدين لنهاية تغطيتنا ورسالتنا لهذا اليوم لبطولة كأس الاتحاد الكويتي للسكواش الموسم الرياضي 2017-2018، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في رسالة قادمة. دمتم بخير، فمان الله.